أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدي الأكارم، وأهلا وسهلا بكم في بداية حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في حلقة الليلة مشاهدي الأكارم نستضيف معالي وزير الصحة الدكتور محمد نذير والحامد، وسنربط الاتصال به عن طريق الهاتف. معالي الوزير، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. في البداية معالي الوزير نختاروكم تطمنوا الرأي العام الوطني بخصوص اللي سمعوا واللي شافوا منشور على صفحة وزارة الصحة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على نبيه الكريم، جزاكم الله خير على هذه الاستضافة، ونحيي من هنا الشعب الموريتاني، ونختار هنا قدم تعازي الخالصة لوي ذاك الفقيد، ونعازر من اللي لوي ذوك القبطة اللي اليوم فيهم هذا الوباء، راجين إن شاء الله تمام الشفاء. ونبقى لا، لكن اللي كتبنا في الصفحة هو اللي حاد بيتي خارج أحد الأخوات اللي فيهم مرض، زوج حد منهم مدير في وزارة الصحة، وهون كيف قلت في البيان اختار نعازره هو خاصة وزوجته، جازي بالخير كان قائم بعمل مهم في الوزارة في الطاقة البدوية، وكنا في اجتماع في آخر أسبوع يوم السبت الليلة جات نوفروا الأوكلادية اللي ملاحظين انهم قادرين على السوق. وجازي بالخير قام بعمل جبار فيه. ونحن الحمد لله من اللي قاعد شهرين قايمين بجميع احترازات وزاره الصحه. الاجتماعات مقلينهم ونعدلهم تباعد وتلقائيا دايرين الكمامات. غير لا الاحتراز اخترنا ذوك المديرين اللي كانوا ذاك الاجتماع يا حجر رؤوسهم كلهم في المكان. وفي النطاق قررت اني نحجر راسي في الدار ان شاء الله. الحمد لله، هي لا انا ولا المديرين صحتنا جيده الحمد لله. دور نقوموا ب الوقوف ان شاء الله. ونعطوا ذيك الفتره ديالنا نعطوا. وراجين ان شاء الله وللشعب الموريتاني والمسلمين والبشريه كافه. عن ان شاء الله هو هاي الوباء يرفع مولانا ان شاء الله ان شاء الله، وطالب جميع المواطنين ان لا يبرعوا لمولانا ان شاء الله برفع الوباء، واللي قايلين لا الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. معالي الوزير، تمنياتنا لكم ان شاء الله بموفور الصحه والعافيه، وعن الله يوقيكم ان شاء الله انتم وطاقم من كل مكروه. إذا في حلقتنا الليلة نختاروا من خلال استضافتنا لكم نعرفوا هذه الحالة الجديدة اللي طلعت شنهي. معالي الوزير، احنا مشينا لين لحقنا الحالة صفر، درك حاليا شاهدين بروز حالات جديدة. هذا من دراي وفسر باش، من دراي كانوا نتيجة للإجراءات اللي قبلنا ما كانت إجراءات ناجعة، من دراي كانها مرحلة ثانية من الوباء كيف تقولوا واحدين. عندنا فترة معينة من الشتوى الماضية شفنا مرحلة أولى من الوباء، خلق قدر من الحمى وقدر من القواشيش وقدر من الشذا كيفو، عن هذا عنه مرحلة ثانية مراحل الوباء. هذا الخالق درك شنو هو معالي الوزير ياك تنزلوه في سياقه؟ شكرا. شوف، نحن الحمد لله دراسة ما زلنا متابعينها، والمعطيات نحلوهم درك غير اللي يوضح لنا منه عن اي وباء عنده ثلاث مراحل. عنده مرحله اوليه هي بدايته، وعنده مرحله متوسطه هي نمو الحالات، وعنده مرحله اخيره هي تدني الحالات ولا زاد وفي الوباء. هذه الفتره الاولى شو من الدول اعطت فيها الاسبوع، وش منهم اعطاه فيه اسبوعين وشهر. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى بدينا بذوك الاجراءات من قبل، مدوا ذيك المده. كنا دوما
لا متخوشين عن الوصول للمرحلة الثانية. بينا دوساشي بسيط ودوما نكرره. لين قدينا نعطنا عدلوك الحالات الأولية لين ما زاد وبراو واختفات الحالات اللي ظاهرة. غير نحن بقينا في دولة أحياء شمل الدول الأعداد فيها متنامية. وكيف عيت نقول وعدل الإسراء كبير في نطاق كبير الحدود ونطاق كبير بين الولايات وفي نطاق كبير الحركات كيف الأسواق وحضر التجول. قال هذا مهما كان لا يخفوا أقصى ما أمكن في الوباء غير ما يقدر يقضي عليه. بحول الله قدرتي اللي يقضي عليه ألا اللي متوجهين وكنا متوجهينه واحد تجوله هو أن نعدلوا رقابة وبائية لمستوى المجتمع. ومن ناحية أخرى مجي اللي يحاول في المرحلة الأولى تمو فيها ألا تجاوب الناس فر على الإجراءات اللي هذا الفيروس انتشر حسب عيارين أساسيين. العيار الأول هو إجبار الناس معناها الاتصالات بين الأفراد. والمعيار والله زاد هي المعيار والله زاد الرواية الأخرى اللي تودي هو حركة الأفراد. قد ما نحدوا من حركة الأفراد ونحدوا من تلاطم الناس نوقفوا الوباء. يعني نوقفوا ما أنا نقدر ليه نوقفوا حركتي. يلو كان أحيانا دول عندهم نفس الإجراء نقد عن عليه نفس النتيجة نقد إن موقفين حركة الناس موقفين حركة الوباء والراسو نعود كنا نقد تم ولا زيك الحالة يعطيهم ولا نمشي. كان نحن أحيانا شنو الدول تم أعداد فيهم ولا متنامية. إذا نحن تحت ضغط وبائي على كل حال وكنا كل نهار متخوشين من يظهر حالات جديدة بين اللي ما لنا متأكدين وكيف دوما نقوله ما لنا متأكدين على الفيروس ما يحرك بارباقيش ما راح فيهم اللي نسبة منه كارباقيش اللي فيهم الوباء نسبة منهم ما يظهر فيهم أعراض. إذا هذه الحالات اللي رأينا إيجابية واحدين منهم لا مخارطين طيب اليوم ما عندهم أي أعراض. إذا هذا كنا حكما متوقعينه يا غير ما كنا عارفين تظهر وكنا لا واحد في حاله كان نستابق معاه والاجراءات يتم وعده بشها. وكيف قال فخامه رئيس الجمهوريه البارح الوضعيه الحمد لله تحت السيطره. احنا الحالات اليوم اللي لا البارح ولا اليوم الفريق حالات ايجابيه حالات الناس مختلطه احنا هم اللي مشينا لوجودهم وعدلنا الفحوص وين الحقنام ايجابيه قضيناهم وحجزناهم لكن خفوا من الوباء ومتاكدين ان ان شاء الله راجعين ان يتم ماشيين المشي دون لا نوصل إن شاء الله المرحلة اللي هي يقوم يتراجع فيها. وهون معالي سابق نوفا نقول عن الدور متقال دور الحكومة ودور الشعب يفضلوا. إذا معالي الوزير في ظل هذا الوضع الجديد اللي برزت فيه عدة حالات من درا شنو هي أهم الإجراءات اللي تنو أعلنكم تتخذوا؟ والله كانكم مستمرين في هذا تخفيف الإجراءات اللي عدلتوا ومتجهين لخيار التعايش مع الفيروس بدلا من المقاربة الأولى اللي كانت عندكم. الكثير من الناس منين علم بالحلقة يسول أنتم أين لا يتراجعوا عن هذه الإجراءات ومدري شنو الإجراءات الجديدة اللي يتقبلوا في ظل هذه الوضعية؟ شكرا. شوف كيف كنت نقول نحن هاي الوضعية اللا وضعية بعد قلت لك طبيعية في الوباء نحن وصلنا لمرحلة ثانية. يمكن إجراءات العدة من الساعة الصارمة مهمة وطولت عندنا مرحلة الأولى بارك. نحن لله قاضين اليوم مجلس الوزراء اللي نقبض عن هذه الإجراءات نحن معادلة مهمة على الناس تفهمها. نحن اليوم اللي نقفلوا كل شيء الوباء بده يوقفوه غير إجراءه وتأثيراته ما نقدر نحتملوها من ناحية الاجتماعية والاقتصادية. ونحن اللي نتموا طارقين في الصفة التلقائية
حتى ناحية اقتصادي واجتماعي راك بعد جدا لا ما تجي بر مشكلة غير وبالة يقضى انتشار اشطر من اللي راحوا فيه وقد قاعد يقضي اغراض عنينا نرجع له راح نحقصها. حددنا معادلة بين هذه الاثنين قلنا نحن ما نلاقينا رجعوا ونقفلوا كل شيء لأن اللي الشعب فاصل بين المعدل من التخفيف غير من ناحية أخرى هذا التخفيف لا يؤطر أولا يأكل إجراء الأول غير ناحية ثانية وهو المهم عندي اللي نقول كتب من دبي مسؤولية راجعة للشعب لأن عندما نرجع نقول لك التأطير شنو الساب نقوله نختار نقول هون بصراحة أنا نحن كشعب موريتاني وكلنا فرديا يا الله يقعد بين راسه ويجمع من درا كانوا مستعد لا قدر الله أنه هو وأهله يصيبهم المرض والله ما هو مستعد له خارج لا قدرة الله تبارك وتعالى نحن مؤامرين شرعا كيف تعرفوا بر بالإتباع لين عودوا هاملة عن هذا الوباء نوقفه يا الله كل فرد موريتاني من مقعته اللي قاعد فيها من بلد اللي هو يقرر عنه لا يعد إجراءات فردية ياك وقف الوباء معناها أن الله كلنا كيف كان يقول قاعد مدير البارع بصيرة صراحية واضحة لا بد كلنا يعرف عنه أي حركة عدلها ما لا بد أن يعدلها مخاطر براسه ومعاون الفيروس في الانتشار معناها أن الحركة يا الله توقف تماما أنا ما يلا ركب وتر ولا يمشي على كرعية ما هو لا بد أن يعدل لما لا أي حركة يساهم الفيروس في الحركة ثانيا أي مخالطة يساهم الفيروس في الانتشار معناها أي مخالطة ما لا بد أن منها ما يلا نعدلها هذا سيسوى في دارة كل اجتماع ما لا بد منه يلا يتفقد كل إنسان عمله ما فرض عليه يجي مكتبه يا الله يقعد على مكتبه هذا سيسوى الإدارة يسوى الخصوصية يسوى التجارة يسوى كل شيء من ناحية الاجتماعية كل اتصال بنقاش بين جماعة وجماعة يا الله يتفقد هذا لين ما نعدلوه ونقبوا مسؤولية عن روسنا الحكومة يسوى اللي عدلت لا لا يحاول قال ما هو لا يوقف الوباء وين سامحوني نقول لكم الصدر نرجع لجوابكم نقدر إجراءات نقدر إجراءات اللي قررت الحكومة عن ذلك التخفيف اللي تم صيفته طيب كيف قلت يا الله يؤطر لكن شنو معناها الأسواق اللي تم مفتحة إذا ما تم مفتحة لما صراعيهم لا يعود عندهم سلطات مقرديتهم ما لا يدخلهم ما هو حد داير كمامة ونختير هون نقول جميع الشعب الموريتاني منكم لا يجي السوق ثاب يقول أنا جيت ولو خليت ندخل ما يا الله يقوم وعده ما عنده كمامة يجي يشتريها من حلال السوق يجي يشتريها بالمية يبقى يشتريها عاد الصيف السنائجة ما عنده يترسل مرزام وذو يغاليت عن الحالة السنائجة الحالة عادية ذا كمامة ثانيا الأسواق لا يعود أحلاهم أمكنة قد حد يغسل يدي بالصابون يا الله فر منا لا يخم من المنزل يغسل يدي بالصابون ولين يجي للسوق يغسل يدي بالصابون ولين يرجع له يغسل يدي بالصابون ثاوي يدخل الدار يعني أي ملامسة لشي في الطريق لين يلامسه يطرح مشكلة معنا هذا الأسواق لا يعود التدخل اتصال بها لا يتم مفتوحة قد لا يتعود مؤطرة المساجد نفس الشيء المساجد اليوم يا الله نفهمه عن الحمد لله ديننا الحنيف يسر الحمد لله أنا على الوقت اللي عندنا وضاحنا على المساجد عادوا طريق العدوى حكومة دار ترجع تقضرهم وشرع عاطيها ذلك لهذه هذا واضح يا غير قاع نحن نختير المساجد ما نقضلهم المساجد شوف قلناها كذا من مرة ويالا الناس تفهم من هذا السبب واجبة ويالا العدوها أنا المساجد حد لا يجيهم يا الله يلين يجيهم ويجيهم لابس سجادة معاه ويا الله يلين يجيهم يجيهم داير كمامة ويا الله يلين يجيهم ما يقرب رقاش من الرقاش هاي لكن كنا نقول قبي هذا أساس الإمداد لا يتفرض شيئا ما الحكومة على سبيل الغلزاني الناحية الثالثة لعدد الحكومة عن النقل لا يتم خلي ماشي عن النقل لا يعدل من الحال عن يعود مراقب إلى ما يخرج فيه ذلك الزحمة كانت تخلص هاي رواية ذات هي أساسية وبما يعني حرارة التجول اعتبرنا عن ذلك الفترة اللي يتم محتفظين بها غير ما اللي يتم الصارمة كان يخلى الناس تمشي على كرعيها لا يعود ما تدرك مسموع فيه ياك ما تطول هذا بعد هو اللي معناها بين نوع ما تخفيف غير مع تخفيف مؤطر ومع تخفيف صارم معالي الوزير في مسألتين تسول عنهم الناس المسألة الأولى هي تعميم الفحص ولا تعدال الفحص الكثير بدرا كانكم متوجهين له المسألة الثانية هي حماية الطواقم الطبية من خلال معطاهم الأجهزة اللي تساعدهم على فحص المرضى وانتم شايفين الحالات
قليلة حالة خلقت ما نحجز معها أطباء والله قاع ما يخالق. والله شوف هذا مهم إثارته. كيف قلت قبيل نحن نخطو الشيء نحن نعدلوا الشيء قالوا البحث عن الحالات ما تنين حال الحالات اللي قالنا راهو الطب الفلاني بر حالة نعدلوا من الحال اللي يعود نحن لوجودهم معناها هبتنا بدأنا لمستر واقشوط واقشوط اليوم كمثال ذات مدارت فيه 15 فرقة متزوجة كل ولاية لا يتعود ما جاء كل ولاية فيها أربعة فرق معناها 12 فرقة متزوجة واحدة في الولاية وكل مقاطعة فيها واحدة وعندنا ذاك الرقم الأخضر أخضر لا ينعدل من الحال يعود متواصل مباشرة مع الفرق المتنقلة ولا يعودون الفرق يسوى عن طريق المؤسسات الصحية يسوى عن طريق الإفراد اللي يتصلوا بالرقم الأخضر يسوى عن طريق بعدين المنظمات غير الحكومية والفاعلين مهما كانوا المنتخبون أساسا عن هذا العود يقدوا فر يتصلوا بالرقم الأخضر ولا يتصلوا بالفرقة في حالة حس حد بيش يسوى شنو هو عنده علاقة والله ما اللي يتهم راسه أنه عنده علاقة برقاش فيه الوباء غير ما تنبقوا الناس منها حسبي يجيس مركز صحي من حسبي يبقى بلو ويعطي مارس بلو يعطي رقم تلفونه والفرقة الدارة تمشي تلود له ويبجيه ولين يعود فاصل فاصل تعدله أنا اللي نوسعه البعض وقضانا اليوم الإجراءات آخر إجراءات قضاناها من اليوم نحن هيئوا من أسبوعين قضانا آخر إجراءات اليوم ومن عند الصبح وتحت توجيه فخامة الجمهورية اليوم أكد على ذلك مجلس الوزراء لا ينكتفوا في البعض إن شاء الله ولا يديروا جميع الفاعلين اللي يحضروا معنا فيه لين يعودوا نكتفوا فيه إياك نتأكدوا أن اللي قدينا نجبرهم الحالات نجبرهم ونعزلهم ونتكفلوا بهم اللي تكفل به مساسي مو نختار ملي لا في الوقت اللي نحس الناس فر على طروح الأخلاق وعلى الاحتراز وعلى الإجراءات نقول هون عن حالة فيها وباء حالة عات مصابة رواية عادية أولا 85% من الحالة بسيطة وأنا قاع حظا ما يجبروا عراق إلين يضرب وعاقب لك 10% زايدة على لك اللي حد منها تحس بقاشوش وتبرا ودواها موجود عندنا الحمد لله قال حالات نادرة هي خطيرة غير قاعدين نجيب الأجلة نكفل بها قد ما تخلي يعني النهاية هون حتى أي رقاش حتى شيء يسوى شنو بدأ يشحد راسه أولا يعدلوا في العين نشوفه وثانيا يعني يزيد حالته خطورة اختيروا الوقت اللي حس بشيء يحسس به إذا عاد ما يبقى قاعد يحرك معناها ما عنده اتصال بالصحة عنده بعد اتصال بالرقم الأخضر اللي هو 11-55 وعندهم من عند اليوم توجيهات واضحة وما يخص حماية الأطباء ما يخص حماية الأطباء توفير لهم الأجهزة لكن لا يجي هذا لك هو الإجراء الثاني معناه الإجراء الأول تكثيف الفحوص في حالة الحد إيجابي لأن الشديد صار بدنه الثاني الأجهزة الأطباء نحن الحمد لله وفرنا دان واحدين زيادة توفيرهم قلتنا فوفرنا منهم قدر ونحن نتحان إن شاء الله نجيك قدر منهم زايد يلا يوصلنا بعد نهارين والله لازم ولا نديروا حالات تكفل جميع البدايات ولا يندروا معهم حالات العاش مع الوزير معناكم مزتوا مع الوزير معناكم مزتوا ماكم قاعدين توزعوهم بكم قلتهم نفس الموقف اللي كان عندكم مره ماضيه نحن كان عندنا قاع حكومه مو خارج احنا ما كان حكم عندنا شيء غادي في شيء ونحن زاد عندنا واليوم المستنواك شو عندنا الرياض ما فرق ولين بدوا التوزيع على الداخل وياك والله يتعاونوا من اللي بدري جاي لا ينكتفوا يزيدوا من اللي في نواكشوط إن شاء الله ولا ينحلوا إن شاء الله صور داخل معالي الوزير ما يخص مركز الاتصال قدر من المواطنين مؤسسين على أنهم يتصلوا عليه وبعلن التجاوب عنه ما يعود فوري لا من ناحية التعامل مع المكالمات ولا من ناحية مولي الاستجابة للحالات بعض الحالات اللي شفنا ذي الأخيرة واحدين منها كتبوا على مواقع التواصل الاجتماعي عنهم طلبوا وبلغوا عن الحالات يا غير قاع ما فهم تجاوب لا خارج منه شيء بتقاع ما يعود ذيك الدرجة اللي كتبت قال خارج منه شيء ونحن اليوم قبل التقويم قامت لجنة من الأمين العام للوزارة شات معها لجنة شور مركز الرقم الأخضر وعد الجماعة معاهم وعطاهم توجيهات جديدة عاد مكتوبة ولا يعود اليوم الرقاج اللي اتصل بالرقم الأخضر كان ينقالوا جيس المركز الصحي لكن ما تم يقولوا لان قالوا اعطينا معطيات عندك
وحنقدر تصل الفرقه الصحيه ولا يتوقفوا هما باتصال بالفرقه الصحيه ومعطى لها رقم رجاش وبلوا والفرقه هي اللي تعدل الاتصال بهم. انا راجين هذا هو اللي يخرج ان شاء الله غير ملي اختيروا اي حد اختار لنقصه شنو عنده الوسائل فري عملها. وراني أكد أذكرهم أنا عندنا صفحة وزارة الصحة مفتوحة ما حد يقدر يكتب فيها ذاك النوع ويوصلنا مباشرة. إذن هذا كان خارج من الشيء قمنا بتقويمه وراجين أصلحنا اليوم إن شاء الله. معالي الوزير من المعروف عنه من أكثر الناس عرضة الإصابة بهذا الوباء اللي مشكل تحدي للعالم كامل وبلدنا مشكل له تحدي. الناس اللي عندها أمراض مزمنة قضية متكررة ومطروحة دائما هي قضية توفر الأدوية خاصة أدوية الأمراض المزمنة. من دراش عدلتوا فيها خاصة عن مولي بشكل متكرر نشوف الناس يوميا تسول عن الدول الفلاني من درا كانوا قد نجبر عند الصيد شحيح وجودهم من درا في ذا الإطار شنه الإجراءات الملموسة اللي لا يتعدلوا لأنه هذا تهديد خطير. الفئة موجودة وتتأثر أكثر من غيرها بهذا المرض. شكرا. كيف قلت لك بدنا كلامي عن المدير اللي اخلعنا انصاب. نحن اللي وياك اسبوعات زايدين اكثر بعشوي من الاسبوعات قمنا باجراءات عمليه وباجتماعات دوريه متتابعه ياك نقتنا وياك الادويه اللي فات قلتنا لا حونا احنا مقالين ونختار هون نعطينا بدا شوي داهم قالين لكن لا للشفافيه اللي نختار هون نذكر أنا فخامة رئيس الجمهورية يأكد عليها دوما شفافية تامة مع الشعب. نحن في بداية مارس قررنا أن لا ينعدلوا صرب اللي الأدوية اللي فيهم قيل يقلوا ونقتناهم وعدلناها وعدلنا ومشينا طلبات في الخارج وشمنا فالجة وشمنا ذاك في طريق جاي. قال هاو الأدوية ذيك الساعة ما أفطلنا له ولا يقول لك مش وداهم ما أفطلنا له. قيل هاو الأدوية القانونية ضرك خاصة يسوى للسكري يسوى لأمراض القلب يسوى أمراض العينين نوع من المخاض اللي مزمنين. كان أولا ياسر من الناس يقتناهم ما الطريقة العادية يقتناهم طريقة شخصية عن طريق الواقيش في الخارج والله الواقيش يجيبهم من الخارج وهذا اليوم توقف. وثانيا كان يقتناهم هم أصلا تحت البيع الصح الحصري للمركزية الأدوية كانوا شمنا الواقيش يجيبوه عن طريق ما هي الطريقة الرسمية غير ما أنهم يجوا عن طريق ما هي طريق رسمية يسوى عن طريق فاعلين يسوى عن طريق أفراد. نحن ما كنا نشوفهم بهم اللي عدلنا السرد لتاريخ الأدوية هم ريتان العام التام ولا وهرونا فيه بهم اللي ما وهروا كرواية كانت تعمل. إذن إنين فاتوا لين قالوا حد نفطلنا من قالوا لا نفطلنا من قالوا اللي يقرق من الشهر زايدين عدلنا الإجراءات فتنا حصلنا على 15 نوع منهم ولا يندار في المستشفيات لين ما نختاروا نتم مسجلين وسنه موثوق لين دار الصيدليات المستشفيات ونحدد قاع المستشفيات اللي هم اللي يقدموا شهرهم هو مستشفى الوطني مستشفى الشيخ زايد ومستشفى القلب اللي فيه منوع لكن يعني قاعد يعود مستشفى القلب ولا يعودوا صيدليات المستشفيات لا يبيعوه بالسوق الطايح دي والدوله شراته على نفقاته مباشره ياك توفر المواطنين اللي لا يقل اللي فات قل والله لا يقل. والمجموعه الاخرى ما رينا نحاول بكل جهه ورك عملنا طلبات على 5 دول متفرقه قلنا نختار مواطنين يفهموا عن هاي الفتره فتره خاصه. اليوم قدمنا عين الصد على دوله تقول لنا الحياديه ما في عطيتي من باع بيبي كلها عاد قافل على بيته وخايف عليهم. نحن نحاول ونهون نختار نوه مواكبا مع عدلانا وزاره الخارجيه مع عدلانا الدبلوماسيه بصفه عامه نتكلم هون عن سفرائنا في الدول اللي قايمين بدور كبير في النطاق ومتأكدين إن شاء الله عند أيام قليلة قليلة لكن الباقي منه يدور جينا هو الجميع يعني 31 دول مثل حصلنا هون في نواكشوط على 15 منه ما زالت منه من 17 ولا 16. إذن معالي الوزير طبعا الناس مني حست بمقابلتنا معاكم الكثير من التساؤلات انطرح ومحوره الأساسي كان التخوف من هذه الحالة الجديدة اللي دخلنا. احنا ما تلانا ياسر من الوقت ما زال الدقائق معدودة من درا بهذا الخصوص شن هي الرسالة المركزة في دقيقتين اللي توجهوا للمشاهدين من درا كانهم يا الله يتوقعوا فترة لا يخلق فيها تنامي كبير لهذه الحالات يسوى على مستوى نواكشوط ويسوى في الداخل وعنهم
ما يلا يتفاجئوا من ذاك، وعلنهم يتمسكوا أكثر بإجراءاتهم الاحترازية. هو لا ينتهز الفرصة ولا الشفافية مع الخبر علي اللي ما وياته. أختار نعلم الإخوان أنا اليوم طلعونا 4 حالات غير واحدة منهم عدى البقرو. حد من هذا الناس اللي جاي من الخارج وكان محتجز كان محجور، معناها اليوم عندنا حالة في الداخل. هاي ودان يقولوا يا نقول رواية ما هي في المقصود، رواية في موريتانيا بصفة عامة. المتوقع أن لا زيادة دور جيت وجهه يتم لا ناشئ زي الخير إن شاء الله والعافية، وراجعين لا يرد هم ولان غير بعد هذا متخوفين منه لغير الصيب رواية. وكان لي تصاعد بصفة متينة والله تصاعد بسيط والله قاعد يقول أنا ترجع، لكن قدرة الله تبارك وتعالى تعلق أساسا بسلوكيات كل حد منا. كيف قلت قبيل لين كل موريتان يسوى البلد فيه، يسوى كبير يسوى فقير، يسوى في القرى يسوى في المدن يسوى في الريف، يقضوا مسؤولية على راسه يعرف عنه مسؤول عن عدواه الشخصية وعدواه الآخرين، ويقوم بذلك الإجراءات اللي بسيطة كنا نقوله اللي هي النقاش يقلل الحركة يكفر استعمال الكمامات والمصابون ويحاول ما يتخل الاتصالات ما أمكنه نقدم للوباء نردوه قدرة الله، وإذا ما رديناه نخفه من التصاعد الخارج يلين على ذي ردهم ولان. غير هذه مسؤولية شخصية والإجراء الأخر اللي مهم عن أي لقاش حس بشي والله يا حد حس بشي يعلم براسه كيف قلنا نقول عن طريق ذاك الرقم الأختين نقول الرقم الأخضر الناس اللي ما تعرفها معناها ما هو رقم يطلب حد يعود عنده رصيد معناها لا حد عنده تليفون يسوسني يجي يتصل بي. هذه رواية أساسية أكثر من اللي رواية بسيطة حد زيله يحمد المولانا ويبسطه ويتصل ويكف به ويعطي مولانا إن شاء الله عن هذا الوقت. قال هذا مسؤولية عامة مسؤولية، ونذكر هون مسؤولية خاصة بأئمة المساجد، مسؤولية خاصة بالتجار والله زاد مسؤولين جمعية التجار في الأسواق، مسؤولية خاصة للسائقين السيارات والله زاد مسؤولين اتحادية النقل، ومسؤولية أمتن خصوصية وطن على عمال الصحة وعلى قوات الأمن وقوات المسلحة وقوات الأمن اللي هو نختار الشيء بالعمل القائم به لما هو القوات والعمل القائمين به الطاقم الصحي والقائم به كل حد، ونشكرهم واللي ونشيدوا بالناس اللي تواكت معانا ماشي بنفر لهذا لا مصلحة نفر غير اليوم ما تريال يعود فيه تراجع نحدث منهم. أي رقاش تراجع يعرف المساهم زيادة هاي الرواية ونحن ما عندنا الأشي، والحكومة واللي لا يتم لا تخرص الوضع كل إجراء تعرف أنه زيت ولا يتعدلوا تختاروا كي قد ما نفرضوا على الحكومة أنا تراجع أكثر اللورة يتقفل الأشياء يهديلات ليقعد عن تشريال عنده تأثيرات تينا على حياة الأمومية، ونكمل ونطر مولانا أن إن شاء الله يعطينا مولانا أن يرفع هذا البلاء عنا يرفع على المسلمين يرفع على البشرية. اللهم آمين. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين يا رب العالمين. معالي الوزير رانكم نسيتوا بعد الدور اللي قايمين به الصحافه والقايم به الاعلام. الله يجازيك بالخير ذكرتني لا بيني الراعي فيكم لا راني يجازيك بالخير بالتذكير، ذاك هو من اكبر ادوار اذا بعد اللي كان نفسي ذاك اساسي هو دور من اللي قاعد المجتمع المدني دور الصحافه دور اساسي يسوس الصحافه المرئيه والله المسموعه والله المقروءه والله المدونين هاي رواية أساسية يغير مملي شكرا خاصة منهم نختار نطلب منه أننا نصمم على الله هنا كتبه ونقوله اللي كل شيء نكتبه والله نقال يدعو تأثيره إيجابي والله سلبي يلا نطرح مخلاق لكن الله نقوله نكتبه. شكرا جزيلا لكم معالي الوزير، تمنياتنا لكم إن شاء الله بموفور الصحة والعافية والحفظ إن شاء الله أنتم والطاقم اللي عامل معاكم. إذن مشاهدي الأكارم في نهاية هذه الحلقة كان بودنا نطرح الكثير من التساؤلات التي وردتنا على عن طريق الفيسبوك لكن الوقت لم يسعفنا. في نهاية هذه الحلقة نقول لكم تحياتي وتحيات الفريق الذي أشرف على إنجازها خاصة المخرج الشيخ الحبيب، وإلى أن نجدد لقاؤنا في حلقة جديدة أترككم في أمان الله.